الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن معدلي الفائدة والتضخم في البلاد سينخفضان أكثر خلال المرحلة القادمة، فيما ستحافظ الليرة التركية على استقرارها وترتفع تدريجياً وفق جدول زمني محدد. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية في ولاية جيريسون شمالي البلاد. كشف وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نور يرسوي عن عدد السياح الذين قدموا إلى تركيا خلال العام الماضي 2021، وقال الوزير إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد تجاوز 30 مليون سائح. لحجز هذه المساحة الإعلانية للتواصل والاستفسار 0555 110 85. قال الرئيس أردوغان إن حكومته ستعزز نمو الاقتصاد من خلال التركيز على مزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية في طرابزون. قال تيميل كوتيل رئيس شركة توساش إن الشركة تواصل العمل من أجل تسليم طائرتين من طراز هوركوش سيتم تصديرهما للنيجر في فصل الصيف، وأنها تلقت طلبات من دول أخرى لشراء المقاتلة.